الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة وكالمعتاد بنفتح في أول فقراتنا ملف مهم جدا، تقريبا هو من أهم الملفات أو القضايا اللي بتهم كل مواطن، على فكرة مش في مصر بس، لا العالم كله، هو ملف التعليم. من أيام شهدنا الرئيس السيسي في كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية، وكان الرئيس زعلان ومستاء من مستوى التعليم في مصر. سيادته قال يا مصريين اصحوا، إذا كنتوا خايفين على بلدكوا انتبهوا، القضية كبيرة جدا، قضية بناء مواطن. وطبعا الرئيس وقتها كان موجه حديثه لينا كلنا للمواطنين، انت بتجري انك انت تدخل ولادك كلية وخلاص وبتحطوه جوه المدرسة وخلاص، وفاكر انك انت بتجهز ابنك. وفي كلمة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل. النهاردة في ست الستات عايزين نناقش القضية دي، ازاي نعلم ولادنا صح، ازاي نختار لهم صح، او نختار معاهم، مش نختار لهم الحقيقة، نختار معاهم طريقة في التعليم تكون صح. دورنا ايه كأسرة، ودور المدرسة ايه، والدولة عاملة ايه في التوجيه الصحيح للطلاب علشان يقدروا يخدموا نفسهم وبلدهم، طبعا مش مجرد اختيار مكان بس تسكين كده كلية وخلاص، وممكن قوي الكلية دي لا تتناسب مع أفكار الطالب ولا قدراته. أعتقد أن مصر محتاجة مننا أن كل حد يتوظف فيها توظيف صحيح في مكانه المناسب. النهاردة ضيفنا منورنا مع حضراتكم الأستاذ حسن شحاتة الخبير التربوي، اللي هنفتح معاه الملف ده وهيحاول يحط إيدينا على أهم النقاط الهامة لتطوير منظومة التعليم، ومن قبلها أننا نبني المواطن نفسه. برحب بحضرتك معانا أستاذ حسن. يعني إحنا بنشرف دايما حضرتك بتبقى معانا في ملف التعليم، والنهاردة وإحنا بنتكلم بعد كلمة الرئيس في المؤتمر الأخير لمنظومة تنمية المواطن المصري، عايز أعرف تعليق حضرتك إيه، وهل كان استياء الرئيس في محله، وقرايتك كده الرئيس أحلامه إيه بالنسبة لولادنا في مجال التعليم بالتحديد؟ طبعا أنا بشارك سيادتك فإن بنقدم الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر الحديثة. هو بنى العمران وانتقل من بناء العمران إلى بناء الإنسان. بناء الإنسان الرئيس لأول مرة رئيس جمهورية يخرج عن المألوف اللي هو ثقافة الحفظ والاستظهار والتفوق الوهمي والخروج من الجامعة والجلوس في البيت ما يشتغلوش. الرئيس بيقول لابد ان احنا نبني هذا الانسان انه يبقى قادر على التفكير، التعليل، ابداء الرأي، التفسير، احترام ثقافات الشعوب، قبول الاخر. انا عايز انسان جديد لمجتمع جديد، انسان يستطيع ان يشارك في سوق العمل، يكون منتج، يكون ليه راي ورؤيه في مجتمع ديمقراطي، وليس انتهى عصر جيل من الموظفين او جيل من الحفظه. ده التعليم الجديد. ولذلك يعني الدكتور طارق شوقي بينفذ خطه الدوله وليست خطه طارق شوقي. صحيح. خطه الدوله في تطوير التعليم في انها بتبني انسان جديد من رياض الأطفال لأول مرة، رياض الأطفال الأولى والثانية، رياض الأطفال بقوا تبع التعليم المدرسي مجانا. مجانا ده ما كانش بيحصل، ده لازم الأهل يدخلوا الحضانات دي بمبالغ قد كده بالظبط. لأول مرة تعليم اللغات الأجنبية من رياض الأطفال. لأول مرة بنضع التعليم المصري من أولى ابتدائي لغاية رابعة ابتدائي أو لغاية نهاية مرحلة ابتدائية في إطار المنافسة العالمية. ما يقدم في اليابان وما يقدم في كوريا الجنوبية وفي فنلندا وفي الدول المتقدمة موجود في مصر. فإحنا بنبني إنسان عالمي من منظور وطني ومن منظور قومي. ولذلك الدولة بتتكلف أكثر من 22 مليار دولار في بناء هذا الإنسان. عندنا ما يقرب من 23 مليون متعلم التعليم قبل الجامعي و3 مليون متعلم في التعليم الجامعي. بنينا المدارس، دربنا المعلمين، لأول مرة بيبتدي الامتحانات بتبقى انتهى عصر الرأي الواحد والفكر الواحد والكتاب المدرسي اللي بيحفظه ويستظهره ويكرره في الامتحان ويخرج يقعد في بيتهم ما يشتغلش. أصبح دلوقتي في بنك المعرفة ده أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، بيخش فيها آراء متعددة، في فيديوهات، في معلومات تفاعلية تفاعلية طبعا بالزبط. في بنك مدرسة مصر عندنا مدرستنا ثلاثة ومدرستنا اثنين ومدرستنا واحد، عندنا زخم
من مصادر التعلم، ما اصبحش مصدر التعلم كتاب واحد، اصبح تعدد المصادر. تعدد المصادر بيديني انسان يفكر، انسان يبدي رايه، انسان يختار. حضرتك عارف استاذ حسن، عايزه اشارك حضرتك برضو في فكره كده بسيطه. يعني الانسان وهو بيتكلم على التعليم البريطاني ولا الامريكي ولا الكندي، بيقعد يقول لك اصل ده صعب قوي، انا دخلت ابني بريطاني اصل هم صعب وهيطلع مثقف، اصل انا دخلت امريكاني، ده انا بتكلم على يعني المستويات العالية، أمريكاني علشان بيساعدوهم على السيرتش والتدوير والبحث عن المعلومة. أنا دخل، ولما نيجي عايزين نطبق المعادلات الصعبة دي في التعليم بتاعنا، الناس تقوم يعني إذا كانت الدولة عايزة تديك الأحسن والأفضل والأحدث ممكن يكون أصعب، ما هو لأن العالم حوالينا أصعب، لأن التقدم بقى أكتر من أيامنا. فليه وجهة النظر إيه اللي بتحكم ولي الأمر النهاردة اللي هو بيعترض قبل ما الولد حتى يعترض، يقولك لا ده رابعة ابتدائي ده طويل قوي، هو طويل على مين؟ يعني الأطفال نفسها أحيانا ما بتشتكيش، ولي الأمر هو اللي بيشتكي. الغلطة فين؟ السيد الرئيس انا هبدا منه اما قال في الاجتماع ما قال ان هو مستغرب ان هم بنقدم تعليم جديد عشان نبني انسان جديد بيبقى فيه اعتراض. ولاول مره انتوا وقال كده بصريح العباره، الاستاذه اللي منعت الغش في المدارس كانوا هيضربوها، والشرطه حماتها منهم، هو التعليم غش، نغش ونطلع ونطلب وظيفه عشان نقعد ما نشتغلش على المكاتب، ولا التعليم انك تبني انسان بيفكر بيقدر بيبدي رايه، ليه رؤيه وليه راي. ما هو اصل عشان الرئيس بيبني مجتمع ديمقراطي، المجتمع الديمقراطي عاوزه ناس تفكر مش ناس تسقف، عاوزه ناس تبدي رايها، ناس تعترض وتبين سبب الاعتراض. ولذلك الرئيس بيبني لنا انسان جديد بيدفع فيه مليارات الدولارات. عندنا الجامعات، اما تلاقي الجامعات عدد الجامعات 27 جامعه حكوميه فيها برامج خاصه، في جامعات الاهليه، الجامعات التكنولوجيه، الجامعات الدوليه، الجامعات الاجنبيه، روافد الجامعات في العواصم الجديده او في البلدان الجديده اللي انشات. كل ده زخم ما كانش موجود على، يعني انا من بقالي 77 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. ما كانش موجود، انا كنت الكلام ده بنقراه في الكتب زي ما حضرتك قلتي في الدول المتقدمه زي اليابان وفنلندا وانجلترا والدول دي، قلنا مش ممكن يحدث في مصر. كان اي رئيس جمهوريه ما بيهموش اللي رايحين فين، رايحين المدرسه، رايحين من المدرسه اللي هو ياخدوا شهاده، سكن تسلم رخصة. سكن تسلم. هو دلوقتي او يعني زي ما قلت حضرتك ان هو اداء واجب، يعني ان كان ابني او بنتي بس لازم يبقى اسمهم بيروحوا المدرسه، مش ان هم المدرسه دي بتعلمهم. على فكره ده ياخد رخصه. دكتور طارق شوقي ما عندوش مشكله مع الطلبه، عنده مشكله مع اباء وامهات او اولياء الامور. يعني يمكن الفقره دي بجد انا بعفي منها او للطلبه، اولياء الامور اللي بيسمعونا دلوقتي هم اللي لازم يقعدوا يفكروا هم عايزين ايه، يعني هم اتعلموا وخلاص. فانا عايز القديم بالظبط عاوزين بقى سعادتك، هم عاوزين ايه؟ الطالب يروح المدرسه يحفظ كلمتين كتاب خارجي، بينقل من الكتاب يحل اسئله الكتاب المدرسي، يبتدي يجي الامتحان منقول من الكتاب المدرسي. طب انت كده احنا ضحكنا على اولياء الامور قبل عصر السيسي وعملنا تفوق وهمي وخدوا اكثر من 100% ودخلوا جامعات تقليديه، جامعات متخلفه كانت موجوده، وتخرجوا قعدوا في البيت ما اشتغلوش. الرئيس بيقول لهم تتعلموا لغات وتتعلموا علوم حديثه، بتتحط التعليم المصري في اطار المنافسه العالميه، يعني ابنك هيبقى كانه هو بيتعلم في بريطانيا او بيتعلم في كندا او بيتعلم في فنلندا او بيتعلم في اليابان داخل المدرسه المصريه بدون مصروفات. وبعدين بعد كده يعني سوق العمل عاوز ايه؟ عاوز مهارات جديده، عاوز افكار جديده، هي دي بنقدمها في البرامج الجديده وفي الجامعات الجديده. المفروض ان احنا الدكتور طارق شوقي، يعني انا متألم جدا ان اجد الوزير المهاجم لانه بيبني، بيهاجم لانه بيصلح، بيهاجم لانه بيقدم فكر جديد، بيهاجم لانه خرج عن التقليدية. كيف يمكن ان تعقلي حضرتك ان في مراقبة في الامتحان بيضربوها وبتخرج وسط جمهرة اولياء الامور عشان بتمنع الغش؟ صحيح الغش اصبح حق.
عايز اسال بقى حضرتك سؤال في النقطه دي، يعني مش نقطه الغش، في نقطه التعليم لسه. هو احنا ازاي نقدر نغير وجهه النظر بالنسبه للتعليم؟ يعني ازاي نقدر نقول ان دلوقتي احنا متطلبات المجتمع بتاعنا كذا وكذا وكذا، سوق العمل عايز كذا وكذا، مش معنى كده ان ما يبقاش عندنا شعراء وادباء لا، ما هم دول تقدم وتطور، بس اقصد احتياج سوق العمل الاول ازاي؟ هو نبدا من سوق العمل. سوق العمل ايه متطلباته في البني ادم، في الانسان ده اللي هيتخرج من الجامعه؟ ايه المهارات والقدرات اللازمه لسوق العمل؟ ايه المعلومات وايه الاتجاهات وايه الميول؟ هل اتجاهه استثماري ولا اتجاهه ان هو يبقى عنده قيم واخلاقيات؟ هل هو بيمتلك لغات اجنبيه ويمتلك لغه الكمبيوتر ويعيش في العصر الرقمي؟ هل هو يتخرج سوق العمل هيطلبه ولا ما يطلبوش؟ اللي بنقدمه في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي ان شاء الله ده بيأهله لسوق العمل. يعني ابني هيطلع يجد عمل، بنتي هتطلع تجد عمل، لان بنسلحها بالمهارات والقدرات اللازمه لسوق العمل. سوق العمل عاوزه ايه؟ عاوزه لغات اجنبيه، سوق العمل عاوزه مانجمنت، اداره اعمال، عاوزه تواصل، مهارات. على فكره سوق العمل برضو مش بعيد عن الحرفيه او مش بعيد عن التعلم الحرفي. يعني احنا بنتعامل مع التعليم الفني دلوقتي على انه يعني ده كانه درجه اقل، مع ان دلوقتي التعليم هو المطلوب، هو ده اللي مطلوب، واللي معاهم شهادات ويعني حتى من كليات جامعيه بالظبط بيلجأوا ان هم يروحوا ياخدوا كورسات في التعليم الحرفي او المهني او الفني علشان يقدروا يواكبوا سوق العمل. زي ما حضرتك قلتي حصل تطور في التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي وغيره والميكان الزراعيه وغيرها، اصبح في دلوقتي شراكه بين مصر وبين المانيا وبين اليابان وبين ايطاليا وبين فرنسا، في بروتوكول موجود بين التعليم الفني. عندك ثلاث جامعات تكنولوجيه، واحده في اوسنا في وجه بحري، واحده في القاهره الجديده، واحده في بني سويف. هذه الجامعات بتفتح الطريق لطلاب الثانويه الفنيه انهم يخشوا الجامعه. احنا محتاجين عمال مهره، مش محتاجين ناس بيحفظوا. هو الافه الكبرى في الجامعات قبل ذلك، يعني قبل العصر الحاضر، كان بيطلعوا مهندس او طبيب او مدرس او غيره بيحفظ ولا يفهم، ما عندوش قدرة على بقى ترجم ده لسوق العمل ما يعرفش. ولذلك حضرتك اما تجد المدارس الصناعية دلوقتي فيها أسطوات بيدربوا، فيها مدارس للذهب ومدارس للرخام ومدارس للصناعات التراثية اللي موجودة، وصناعة السيارات في حاجات يعني تفتح لمصر أبواب كتير. ما كانتش موجودة نقلة نوعية إيه في مصر في التعليم. ايه موضوع الدوشه اللي معموله عن امتحانات الثانويه العامه؟ يعني انا مش فاهمه، مش عارفه احط ايدي عليها، ممكن تفهمني الحقيقه؟ يعني ايه المشكله وايه الحقيقه بتاعتها؟ اولا يعني احنا الناس اشتغلت قبل كده من امتحان الثانويه العامه اللي هو البابل شيت، وقبل كده كان البوكليت، ونجح البوكليت ونجح البابل شيت ونجحت للتصحيح الالكتروني، نجح السنه اللي فاتت والسنه قبلها، ونجح استخدام التابلت في التواصل مع البنك المعرفه. صحيح. الله، طب ده احنا عندنا تجارب ناجحه قبل ذلك. لا بقى، هم عاوزين ايه؟ عاوزين يرجعوا يقول لك امتحان ورقي وامتحان تقليدي في الحفظ والاستظهار. لا، هو التطوير اللي بدا من 4 سنوات في الثانويه العامه وطلع اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، اتخرجوا ودخلوا الجامعه السنه دي، يبقى بقى لهم 4 سنين. هذا التطوير متنامي. أيوة. التطوير ده مش هيقف. يعني ايه التطوير؟ يعني عندنا الامتحان هيبقى اونلاين، قصدي التصحيح اونلاين. ده في دقه، في موضوعيه، في سرعه، مفيش تظلمات. تظلمات ليه؟ صحيح. لان المكن هو اللي بيشتغل، واللي عايز يتظلم بعد يتظلم. الدوله يعني الوزاره متيحه حضرتك الاسئله لا يمكن ان هي تعود الى الخلف وتبقى اسئله حفظ والاستظهار.
انتقلنا من اسئله الحفظ لاسئله الفهم، اسئله اللي هو نواتج التعلم بنقيسها بنقيس القدرات العقليه العليا، فده بيستمر لان الجامعه عاوزه كده وسوق العمل عاوزه كده. ما اقدرش اخرج واحد ثانويه عامه ياخد 100، ما حدش خد 100% السنه اللي فاتت ولا خد 95%. الدرجات انخفضت ليه؟ لان وجدوا ان الامتحان بيقيس القدرات العقليه ما بيقيس الحفظ والاستظهار، فابتدى اولياء الامور حسوا ان اولادهم ما عندهمش قدرة على مهارات عقلية كتيرة، ولذلك الجامعات قبلت بمجموع أقل. ده المجموع الحقيقي اللي بيعبر عن القدرات والمهارات اللي اكتسبها الطلاب، بيعبر عن الواقع. فالمفروض احنا نفوق بقى، نفوق من السنة اللي فاتت اما حسينا ان الحفظ والاستظهار ملوش قيمة وان الدرجات بتعبر عن القدرات وان المجموعات انخفضت. والرئيس قال لنا، قال لهم ما تخافوش، المجموعات المنخفضة دي هتخش الجامعة. صحيح. لأن الجامعة مفتوحة للطلاب اللي هو الكريمة اللي فوق مثلا 70%. يعني بجد احنا عايزين التعليم بتاعنا يبقى يرجع تاني، نبقى منارة للتعليم والثقافة، والعالم كله يجي ويجرب التجربة التعليمية. مفيش سياحة تعليمية دلوقتي، بيجي لنا من الدول العربية. صحيح. لما تلاقي عندك ساتك أول مرة، أنا بندهش إن مصر فيها جامعات أجنبية وجامعات دولية. صحيح. وجامعات خاصة وجامعات حكومية. أي. فيها برامج خاصة. أي. وجامعات تكنولوجية وجامعات أهلية، وكلمي ما شئتي، برامج جديدة وأساتذة جدد وتكنولوجيا جديدة وعصر رقمي في جامعات بقاع مصر وجامعية المحافظات، مش مركزة مكان واحد. بالزبط. ده زخم، ده خير. بالزبط. لم يكن موجودة قبل ذلك. ولسه أكتر وأكتر، ودايما التطوير في أوله بيبقى صعب وبيستمر ويستمر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتنورنا والله فعلا، وبعتذر لقصر وقت الفقرة، بس يعني عندنا فاصل وهنكمل باقي فقراتنا بعده. لكن الأول أسيب حضراتكم مع تقرير عن لقاء علمي عقدته مؤسسة المتخصصة للأورام لمناقشة أهمية العلاج المناعي في المراحل المبكرة لأنواع من السرطانات زي مثلا سرطان الثدي. وتناول اللقاء ده التقنيات الحديثة أيضا في العلاج ودور التقنيات الأحدث من الأشعة في تقييم الاستجابة للعلاج والوصول للجراحة التحفظية للثدي. نشوف التقرير ونرجع نكمل فقرتنا لليوم. النهارده كنا مجتمعين بنتكلم عن الجديد والتحديات في علاج اورام الثدي عند الثائدات بما يشمل كل انواع الجراحات المتاحه ليهم، سواء من اجراءات تحفظيه او اعاده بناء بعد استئصال الثدي او التطورات الجديده في علاجات الغدد الليمفاويه او العقد الليمفاويه وتاثير العلاجات الجديده، العلاج الكيماوي او المناعي او الموجه، على انواع الجراحات اللي بتتعمل. كل ده كنا بنحاول نلخصه ونلخص التحديات اللي بتواجهنا، بتواجه الجراح وتواجه المريض في اختيار نوع العلاج المناسب لكل حالة، مش كل حالة بينفع لها نفس النوع الجراحي. النهارده كنت بتكلم عن اختيار جديد، لان كان دايما في مشكله بالنسبه للمرضى في يعني اسعار العلاج، لان دايما العلاج الموجه العلاج المناعي ممكن يبقى السعر بالنسبه لهم كبير شويه. النهارده احب ابشرهم ان بقى في اختيارات من العلاج الموجه اللي هي بتضاهي العلاجات الموجهه الاغلى في الفعالية وفي المسار الإكلينيكي، وفي نفس الوقت الأسعار اللي أنتجت بيها بقت متناسبة جدا مع يعني قدرة المريض اللي مش يعني غني قوي إن هو يتحملها، وده بيدي أفاق جديدة وبيفتح فرص جديدة لإن احنا نحقق نتائج أعلى وإن يبقى العلاج ده قابل إنه يبقى متاح لعدد أكبر من المرضى. دايما الناس عندها اعتقاد خاطئ إن احنا لو عملنا الماموجرام ده هيساعد لو انا عندي ورم ان هو يبان او ان هو يخلي يجي فيه ورم جوه الثدي. المعلومه دي خاطئه. انا عايزه اقول لكم ان هو فحص الماموجرام ده، الاشعه اللي الثدي بياخدها من فحص الماموجرام زي الاشعه اللي احنا بناخدها واحنا ماشيين في الشارع واحنا كده، ماهوش ده اللي هيجيب ورم جوه الثدي. بس صحيح ان احنا مش بنحب نعمله في السيدات اللي اقل من 40 سنه، مش لانه هيجيب لها ورم، بس لان السيده اللي عندها اقل من 40 سنه بيبقى نسيج الثدي نفسه كثيف، فمش بيبقى مناسب قوي الفحص ده. يعني هعمل لها فحص باشعه ومش هاخد الفايده اللي انا عايزاها منه. عشان كده قبل 40 سنه بنعتمد على السونار
اللي هو الموجات فوق الصوتيه، وبعد 40 سنه بنعتمد على الماموجرام اساسا. ممكن في كلا الحالتين نضطر نعمل الفحص الثاني، بس ده الفحص الاساسي اقل من 40 سونار، وبعد 40 سنه الماموجرام. المؤسسه المتخصصه للاورام اونكو سبيشالايزد مهتمه جدا باللقاءات العلميه، بنطرح فيها احدث العلاجات واحدث المناقشات اللي تمت في علاج السرطان في العالم. النهارده كان لقاء علمي لسرطان الثدي كان مثال، وكان مجتمع معانا كل التخصصات تقريبا لمناقشه احدث العلاجات الموجوده لسرطان الثدي، وفيما بعد هيتم لقاءات اخرى لجميع انواع الاورام باذن الله. رجعنا مرة تانية مع حضراتكم، بنكمل فقراتنا لليوم في ست الستات، ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الطبية. من الاهتمامات المشتركة ما بين البنات والستات كلها تقريبا، يعني كلنا، فكرة شعرنا. شعرنا هيجننا خلاص. الشعر الصحي، البشرة النضرة، بيكون بالنسبة لنا الحلول الوحيدة للوصول للغاية دي. هي ايه؟ ابتكارات بقى، ماسكات، جلسات، منتجات العناية بالبشرة والشعر. لكن في جانب مهم جدا جدا كلنا أحيانا بنهمله ومش مدركين مدى أهميته لصحة شعرنا ونضارة بشرتنا، وهي الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم. يعني لما بيبقى ناقص منها حاجة أو بيفتقدها الجسم ممكن تسبب مشاكل كتير جدا جدا للإنسان، أبرزها مثلا مشاكل الشعر والبشرة. احنا النهاردة هنتكلم اكتر عن تأثير الفيتامينات دي على صحة الشعر والبشرة مع ضيفتنا دايما اللي بتنورنا، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز. دكتور دينا برحب بيكي، وكالمعتاد مبسوطة دايما بوجودك. وانا كمان يا دينا مبسوطة بيكي جدا، وبحب قوي قوي برنامجك بجد. يعني دكتور دينا دايما بنتكلم على الحاجات الكوزماتكس اللي هي من بره الجسم، لكن ما بنهتمش قوي، ما بنبقاش واعيين قوي لمدى أهمية الفيتامينات اللي داخل جسمنا اللي طبعًا بيبان أثرها في كل عضو من أعضائنا، وطبعا للشعر وللبشرة كمان. هتكلمينا النهاردة عن إيه؟ هكلمك عن مكمل غذائي مهم جدا جدا لصحة الشعر والبشرة والحاجات كتيرة جدا. طبعا أنا ما أقدرش أقلل من منتجات التجميل ولا العناية بالمنتجات الكريمات الخارجية. أنا قعدت 7 سنين أتكلم في المنتجات دي، وكلنا بنستعملها طبعاً. لكن مهم جدا جدا الفيتامينات والمعادن لصحة شعري، ما بقللش لأن أنا شغلي كله كان في الحاجات دي، لكن ما ينفعش أستخدم ماسك للشعر ولاقي نتيجة من غير ما أعزز الفيتامينات والمعادن لبصيلة الشعر. طيب يعني الشعر مشاكله كتيرة جدا يا دينا، وكلنا بنعاني من مشاكل كتيرة، يمكن أكتر من 90% مننا كستات ورجال بيعانوا من مشاكل كتير، من تساقط شعر، شعر مقصف، شعر ما بيلمعش، تالف، شكله وحش. طيب ايه المشاكل اللي احنا بنعملها؟ انت عندك، هنتكلم على الفيتامينات والمعادن مهم جدا مع العوامل الخارجيه اللي احنا بنعملها غلط بتاثر على الشعر. جميل. فمن اهم المكملات الغذائيه اللي اعتقد هيعمل رواج كبير جدا، لانه في كل المعادن والفيتامينات لصحه شعري وبشرتي، ومرخص من هيئه سلامه الغذاء، دي مهمه جدا، وموجود في جميع الصيدليات. ودي حاجه حلوه انك انت هتشتري الفيتامين ده من الصيدليه الفلانيه. جميل، اهو قدامنا على الشاشه. ده علبه ألب مالتي فيت، رائع. فيه فيتامينز هنتكلم عنها، العبوه هتكفي شهر، هتستخدم يوميا قرص واحد في اليوم على كوبايه ميه كبيره. امتى تستخدم؟ ممكن نقول بعد الفطار، لان هو كمان بيدعم لي الطاقه والمناعه جدا. هنتكلم في حلقه تانية عن الطاقه والمناعه، لكن بفضل استخدامه يوميا مره واحده بعد الفطار. بعد الفطار زي ما انت شايفه يا دينا، ده قرص او التابلت بتاع ألب مالتي فيت فيه كل الفيتامينات والمعادن. مهم جدا لصحه شعري ونضاره شعري ونضاره بشرتي. طبعا انا عندي البيوتين، كلنا عارفين البيوتين. انت بتشوفي مكملات غذائيه بالبيوتين سعرها نار، صح؟
سعرها غالي جدا. بالظبط. عشان شعري واللي فيهم 5000 واللي فيهم 10000 والسعر بتاعهم سعر عالي جدا عالي. فانا عندي البيوتين مهم جدا لصحه ونضاره بشرتي وشعري. عندي الفيتامين ممكن اتكلمك عن ايه كمان. الزنك بي 6 مهم. بي 6 طبعا طبعا مهم جدا. وعندي بي 7 اللي هو الفوليك اسيد مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء موجود جواه فوليك اسيد. عندي فيتامين بي 12 الكوبالامين من اهم الفيتامينات اللي الست محتاجاها والراجل محتاجه يوميا لتدعيم بصيلة الشعر. فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين هو اللي بينتج لي كرات الدم الحمراء. انا عشان شعري يبقى حلو في كذا حاجه نعملها. هنستخدم الب مالتي فيت يوميا. هناخد بالنا من مخزون الحديد لان الحديد مهم. طب حد يقول لي ايه؟ كتير بيبعتوا لي انا على السوشيال ميديا دكتوره دينا انا باكل طبعا الحديد من هيموجلوبين حيواني كبده لحمه فراخ بس تقول لي انا باكل ده كتير جدا وعندي فقر حديد. الهيموجلوبين واقع. الفريتين مخزون الحديد واقع. بس عندي انيميا وانا باكل لحمه كتير. مشكله في فيتامين سي. انت بتاكلي حديد لكن لا يمتص. الحديد بيسموه المعدن الملك صعب امتصاصه. عشان نقدر نعلي امتصاص الحديد هناخد الب مالتي فيت اللي بيدعم لي امتصاص الحديد لانه جواه فيتامين سي. ومعاه كمان الفوليك اسيد اللي طبعًا. هو يعني هيدعم مع فيتامين سي طبعا تختفي الانيميا. والزنك مهم قوي ان انا اخد بالي من صحه معدتي وامعائي عشان المعادن تمتص. الزنك المعده بتحبه جدا بيظبط لي مستوى حمض المعده. على طول بقول للمناعه كمان ايه الايام دي. أيوة. يعني الحلقه الجايه هتكلم معاكي على المناعه واهميه هذا المنتج الرائع للمناعه. مهم جدا للمناعه. لكن انا يمكن بخص المره دي على البشره والشعر. فاقدر اقول لك كمان عندي فيتامين اي. فيتامين اي انتي اوكسيدنت. لو هتكلم على البشره مشاكل البشره كتيره جدا من هالات سودة من عدم نضاره ونقعد نحط ميك اب ونقعد مش عارفين بنحط بنستخدم كريمات. برجع اقول لا اقلل من الكريمات لكن اهم من الكريمات ان انا من جوه بالظبط من جوه. فيتامين ده للجلد كله مش لبشره الوش بس طبعا. يعني ايدينا بشرتنا كلها للجلد والشد الجلد. يمكن بتلاقي بنات كتير لما بيجوا يخسوا او بعد الولاده بيبقى عندهم شويه ترهلات. طيب انا عندي ديستراكشن والستريتش ماركس. عندي ديستراكشن في الكولاجين. الكولاجين اكيد بعد سن 25 سنه اوريدي بيقع. الحلو ان الكولاجين نقدر المخزون بتاعه نعليه تاني ونعلي من امتصاص الكولاجين لان فيتامين سي هو المسؤول على انتاج كولاجين من اول وجديد. فانت عندك بتدعمي الكولاجين. على فكره مهم للبشره جدا طبعا. مهم لغضاريفي وعظمي صح جدا. ده اللي بيملى اللي ما بين الغضاريف. لما حد بيجي له خشونه او اي حاجه بالزبط. اهم حاجه الكولاجين. الكولاجين 90% من بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين. واو. مهم جدا. فيتامين سي بيعزز بيدينا طبعا الكميه طبعًا. الكافيه لينا بير داي طبعا. ممكن ارجع كمان للشعر. يقول لي ايه انا بستخدم بستشعر شعري كل يوم ده دي كارثه. ناخد بالنا من الشامبوهات اللي احنا بناخدها. عايزه لازم تبقى سلفيت فري لازم تبقى فورمالين فري بارابن فري. ناخد بالنا من واحنا بنشد شعرنا جامد. بلاش تشديه جامد قوي عشان ده بيموت بصيله الشعر. الصبغات مش كل شويه عامل لون شكل. ولازم تبقى امونيا فري. مع الحاجات دي استخدمي الب مالتي فيت هايل لبصيله الشعر. يمكن الشعر نموه 3 مراحل يا دينا. مرحله اللي هي في بصيله الشعر اللي هي الهير فوليكل دي اول مرحله اللي هي اسمها الانجين. عشان كده لازم الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الهير فوليكل لازم تبقى مدعمينها بالفيتامينات والمعادن اللي اتكلمت عليها. دي بتقعد 2-3 سنين. اوكي. وبعد كده تطلع على مرحله الكاتاجين بتقعد 2 أسبوع عشان تطلع بره الجلد. اخر حاجه في الشعرايه اللي احنا بنشوفها دي اضعف حاجه في الشعرايه. اوكي. دي بتقعد 3 شهور وبتقع الهير فوليك. بالظبط. الهير فوليكل بيرجع تاني يجدد. طيب زي ما انا قلت المرحله دي اخر حاجه في الشعرايه دي اضعف حاجه. الشعر دايره كبيره جدا. لو حاجه نقصت اقل حاجه في الشعر هي زي الزرع. بالظبط. لازم تغذيه من جذوره من طبعًا. الاول خالص علشان طبعًا. يطلع لنا في النهايه الشعر سليم طبعا. لازم ده جدا. فزي ما انا قلت هو دايره. لو عندي مخزون الحديد ناقص لازم نظبط مخزون الحديد ولازم نظبط الهيموجلوبين. الشعر عايز الب مالتي فيت عايز حديد عايز بروتين. ناكل لحمه كويس.
و او بروتينات يعني او بيض او وات ايفر. بالظبط بالظبط. فهو ده الشعر عايزه، لان لو الحديد ناقص الجسم ما بيهتمش بالشعر، بيسحب الحديد على العضلات وللضروره ونقل الاكسجين. الشعر عايز حديد مش مهم يقع. فلازم نركز جدا في مخزون الحديد مع الب مالتي فيت، ولازم نركز في الغده الدرقيه. يعني لازم الغده الدرقيه ما بقاش عندها خمول، للثايروكسين بيفرز كويس جدا. مع الب مالتي فيت مع الحديد هتلاقي شعرك حلو، مش هتلاقي نفسك بتقعدي تلبسي اكستنشنز. ساعات بتشوفي ستات قاعده في بيتها لابسه اكستنشن من كتر ما شعرها خفيف. وعايزه اقول حاجه، لو هيكلموني عن الامراض الوراثيه، الستات ما عندهاش جين صلع، دي من رحمه ربنا سبحانه. صح، الستات ما عندهاش جين صلع، ممكن يبقى عندها مرض مناعي بيؤدي الى صلع، لكن جين الصلع عند الرجال فقط. مهم اقول ان اي رجل عنده وراثة صلع يستخدم من ساعة ما شافني دلوقتي الب مالتي فيت. لأن في علم الوراثة الإبيجينيتك بيقول لك إن أي بني آدم لو عنده جين وراثي بيفضل كامن لغاية ما تعملي اللي هي مضرات الصحة. زي جين الصلع بيفضل كامل، لو اخذت الفيتامينات والمعادن واكلت اكل صحي مش شعرك مش هيصلع، هيظهر مش هيصلع مش هيصلع، لان اكيد لو حصل صلع تام لا غنى عن زراعه الشعر. ايوه زي جين السكر، لو مثلا حد عنده من العيله عنده سكر وعنده جين بيفضل كامل ما يظهرش السكر لو انت ظبطت اكلك. جين السرطان مثلا، لو حد من العيله فيه سرطان ممكن يبقى انا عندي جين ده يفضل كامل من غير ما اكل اكل بيأكسد المقليات السكريات الكتير، بيفضل كامل لحد ما نموت. فده علم في الوراثه بيقول ده. طبعا ارجع اقول الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، العبوه زي ما احنا شايفينها موجوده في كل الصيدليات. امان جدا ان انا اخد مكمل غذائي معمول عليه تيستات من هيئه سلامه الغذاء. السعر حلو جدا. لا يقول ايه دكتوره دينا بقى بتقعد تتكلم عن حاجات غاليه، السعر مفاجاه لكل فئات المجتمع الفقير والغني. العبوة بتكفي شهر واحد. شهر واحد شهر طبعا واحد. ده شيء رائع. طيب عايز ارجع تاني للحاجات اللي هي بتضر شعرنا وعلاقتها ايه بالفيتامينات. يعني مثلا زي ما قلتي في بعض الامراض بتؤدي لتساقط الشعر، في بعض الديفيشنسيز او نقص الفيتامينات طبعا. ايه كمان ممكن نتكلم عنه؟ نقدر نتكلم عن طريقه ان احنا بنعمل شعرنا ازاي. شعرنا خلايا حيه وانسجه حيه، ما ينفعش كل يوم اعرضه للسشوار والمكوى والبيبليس. انت بتعرضي حراره عاليه جدا على انسجه حيه، الشعر بيقع. عندك الصبغات اللي بالامونيا وصبغات اللي هي التقشير الجامد جدا والاكسجين والحاجات دي. عندك الشامبوهات اللي مش عارفين مصدرها وفيها مواد بتضر طبعا. صح. جدا. عندك الاسترس، يمكن على طول بقول للستات الاسترس اساس كل مرض. الاسترس يعني كان في مقوله يقول لك مش السرطان اللي بيموت، مش امراض القلب اللي بتموت، مش السكر بيموت الاسترس، لان الاسترس هو العامل اللي بيجيب لي الامراض كلها. استرس عالي كورتيزون عالي، كورتيزون عالي هيعمل مشاكل للست كتيره جدا، من تساقط شعر، من بشره شحبه، من تاخير الحمل عندها طبعا، ان الكورتيزون هو بالظبط كورتيزون اللي في الجسم، كورتيزونات الادويه هو اللي بيتحكم في الاستروجين والبروجسترون بتاع الست. فبتلاقي عندها تكيسات مبايض، عندها الام في الدوره الشهريه. اي بنت عندها الام في الدوره الشهريه تبتدي تستخدم برضو الب مالتي فيت. فيتامين اي رائع لالام الدوره الشهريه. في طبعًا حاجه كمان تكيسات المبايض، مش تكيسات، الام الدوره الشهريه. ألم. انا بقول تكيسات المبايض لان الكورتيزون عالي. الكورتيزون بالملي ربنا خلقه انه يفرز من الغده الكظريه بالملي. ملي زياده ملي ناقص حصل مشكله. ومش مشكله في المبايض، انت مشكله كمان في الغدد الصماء. زي البنكرياس بيحصل له مشكله، زي الغده الدرقيه بيحصل لها مشكله. فالجينيتال الجهاز التناسلي للست بيحصل له مشكله، فلازم تظبط لي الاسترس. بقول ان الب مالتي فيت قيم، منتج مكمل غذائي قيم جدا. بس عشان تستفيدوا من قيمته ابعدوا عن مدمرات الصحه. مدمرات الصحه تدخين، اكل فيه سكريات كتيره. يعني ما حدش يقول لي ايه طب الب مالتي فيت هاخده وباخد في اليوم 4 معالق سكر على الشاي الصبح و4 معالق الظهر، وانت بتاكل 15 معلقه سكر. معقوله بتعملوا في نفسكم كده؟ معقوله؟ لا طبعا. صحيح، لا طبعا. يعني هو مش سحر، يعني مش سحر، لازم يعني. عشان اشوف قيمه هذا المكمل ان انا امشي صح. بالظبط. ومحدش يقول انا باخد سكر عشان طاقه، ده فيك. دي حاجه فيك.
مفيش حاجه اسمها انا باخد 5 معالق سكر عشان يدعمني الطاقه. طيب قبل ما وقتنا يخلص عايزه اتكلم كمان عن اهميته للجلد، نرجع تاني ونختم بالجلد. دايما بيبقى الجلد ساعات بيل شاحب، التجاعيد بتطلع في اماكن حتى في الايدين. صح، فعايزاكي تقولي لي كده دكتور دينا، هل ممكن المالتي فيتامينز ممكن تحل لنا المشكله دي؟ طبعا، الكبسوله اللي احنا شايفينها فيها كل الفيتامينات والمعادن اللي تدي للوش نضاره، تعالج الهالات السوداء، تقاوم التجاعيد، تقاوم شيخوخه البشره. من اهم الفيتامينز اللي هناخدها داخل قلب مالتي فيت فيتامين اي، مهم جدا. انت بتشوفي كريمات بفيتامين اي، كلها بالفيتامين على فكره. فيتامين بي كومبلكس مهم جدا لانه بيدعم لي كرات الدم الحمراء. صح، وقتنا خلص. لا اوكي. طبعا احنا هيبقى لنا لقاءات تانية كتير ان شاء الله نتكلم على قلب مالتي فيت. واخر حاجه، اقدر اشتريه من اي صيدلي؟ دي مهمه جدا. اوكي، انا بحب قوي اشتري المكملات الغذائيه المستبدله، موجود في اي صيدليه جنب بيتكم، يعني اسهل حاجه في الدنيا. وكالمعتاد وانا بختم الفقره بشكر دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. شكرا جزيلا دكتور دينا، واشوفك باذن الله الحلقه المره الجايه. وبشكر حضراتكم، فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا اليوم، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد ومكملين فقراتنا النهارده، والمره دي بقى او الفقره دي هنبقى مع كورسات تهيرة كاريزما. النهارده موضوعنا عن ازاي الامهات بعد كل ولاده طفل تعرف انها تتعامل مع شعر البيبي. على فكره شعر البيبي مش معنى ان الشعر خفيف كده ويعني بيبقى لسه بيطلع ان ما فيهوش مشاكل، لا، الامهات بتكون عايزه شعر البيبي يفضل ناعم زي ما هو، وعايزة يتقل كمان، وزي ما بيتولد بشعره خفيف لا هي منتظرة ان الشعر ده يتقل ويبقى احسن واحسن، ما بتكونش عارفة تعمل ايه. بتستنى انها يبقى في شامبو او تستخدم حاجات، وما بتبقاش عارفة تحط مثلا زيوت معينة في شعر البيبي ولا لا. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده ونعرف الأمهات إزاي تقدر تتعامل مع شعر الأطفال حديث الولادة. النهاردة معانا رنا هشام خبيرة التجميل، برحب بيكي يا رنا. أهلا بيكي، وسعيدة أنك موجودة معانا. أنا كمان. وندخل بقى في الموضوع، يلا بينا. إزاي هيرة كاريزما هيعمل كده خارطة طريق للأمهات للاعتناء بشعر الأطفال؟ تمام، احنا رسالتنا في هيرة كاريزما اول ما ابتدينا ان يبقى لينا دور توعوي في ان احنا نفهم الام ازاي تفهم طبيعه شعر اطفالها عشان تعرف تتعامل معاه، لان اوقات كتير بنبقى احنا السبب اصلا في حدوث المشكله، لان انت ما بتبقيش فاهمه شعر طفلك ايه، فبتروحي تستخدمي منتجات غير مناسبه، او ممكن يكون المنتج حلو جدا بس هو مش مناسب للشعر، او انت طبقتيه بطريقه غلط فبتعملي مشاكل. صح، فاحنا رسالتنا الواضحه ان احنا نوعي الامهات انه ازاي يفهموا طبيعه شعر اطفالهم عشان يعرفوا يتعاملوا معاهم وما يقعوش في الاغلاط اللي ايه بنسمع عنها كتير، الغلطات المنتشره. طيب قبل ما ندخل في مشاكل الشعر بالنسبه للاطفال والكبار طبعا، عايزين الاول نتعرف على هيرة كاريزما كبراند. أوكي. وعن الشركه الخاصه بيه، وهو موجه للاطفال طبعا من سن يوم. بالظبط، احنا شركه فارما تشين بقى لنا 15 سنه في الماركت، بنقدم او يعني كل حاجه ليها علاقه بالمستحضرات التجميل الطبيعيه، وكمان المكملات الغذائيه بالذات للاطفال، ازاي نقدر نقدم لهم مكمل غذائي. انت عارفه بيغلبونا بقى، بيرفضوا طعم الحاجه او كده، فدي بالنسبه كانت البدايه. ومن 3 سنين ابتدينا يعني يبقى شغلنا الشاغل الام ومشكلتها بقى وخناقات 7 الصبح بتاعت الشعر وتسليك الشعر والضفيره وتسرح يا ابني بالظبط. فعملنا هيرة كاريزما، وكان زي ما قلت لك رسالتنا ان احنا نوعي الام ازاي تفهم طبيعه شعر الطفل، وتقريبا ما فيش مشكله الا ما حليناها. اهو قدامي الخمس الوان، احنا عندنا 5 كورسات اعتمدنا فكرة الكورس على أساس أن المشكلة ما تخرجش من عندنا، من أول غسل الشعر لحد بعد الشاور، أيا كانت المشكلة إيه هو حلها في الكورس اللي بعد. إحنا ما نسأل أسئلة كتير قوي في الكول سنتر، إحنا عندنا أكتر من 25 خبيرة شعر على مدار 24 ساعة يعني طول أيام الأسبوع، في أي وقت أي أم تقدر تتصل بينا لو عندها مشكلة معينة،
بنقعد طبعا نسالها اسئله كتير، مش بس بنهتم بطبيعه الشعر، لا احنا بنسالها طب هي يومها ايه؟ الرياضه المفضله بتاعتها ايه؟ لانه كل ده بيأثر، بنشوف هي بتتعرض لايه وايه اللي مأثر على شعرها، تغذيتها طبعا التغذيه مهمه جدا، لو عندها اي يعني الهيستوري المرضي بتاعها في اي فيتامين الله، يعني الطفل ومامته طبعا. طبعا يعني انا ممكن اخد الكورسات عادي بتاعت ولادي عادي جدا عادي جدا، بس لازم نفحصك برضو. يعني مش اللي يمشي مع بنتك ممكن ما يمشيش معاكي، فبنوجه لك برضو نفس الاسئله، نعرف نفس المعلومات عشان نعرف نرشح لك الكورس المناسب ليكي. عايزه اشوف الخمس الوان تاني، لان كل لون بيعبر عن منتج وعن مشكله. مظبوط. نبدا باول لون. تمام، اول لون معانا اللون الاحمر. الكورس الاحمر ده للامن والحشرات. أوكي. ده عباره عن شامبو والبخاخ بتاع يعني اللي بيقضي على الامن والحشرات. معانا كمان الكورس الاصفر، ده اول بروتين طبي يعني معالج لشعر الاطفال. ده مخصص في بروتين زي اللي ممكن نروح نعمله عند الكوافير، هو زيه اسما ولكن هو مختلف تماما ومكوناته مختلفه تماما، واخدين تصريح من وزاره الصحه، وهو امن جدا لشعر الاطفال. ما فيهوش بقى فورمالدهايد، ما فيهوش حاجات. لا. طب وبيفرد الشعر؟ بيفرد الشعر طبعا جدا، وكمان لما روتس تطلع بنسمع شكوى كتير يقول لك بعد ما عملت بروتين روتس طالعه وحشه جدا، حتى اوحش من طبيعه شعري. لا، في هيرا كاريزما بقى احنا بنعالج، احنا بنأسس. فحتى روتس لما هتطلع هتطلع افضل من طبيعه شعرك، وهتفضلي بقى انت بتبني بقى. أوكي. بنبني صح وبنفضل مكملين. احنا بيتهيأ لنا ان ولادنا الصغيرين ما بيبقوش محتاجين عنايه بالشعر، فرد وتهدئه عارفه، وديتانجلينج او فك العقد اللي بتبقى موجوده في الشعر، لكن هم بيحتاجوا. لكن البروتين ده بيستعمل من سن كام؟ البروتين ده مش اقل من 6 سنين، واحنا حاطين رولز قاسيه جدا على نفسنا بالذات في موضوع البروتين ده. يعني احنا بنقول ان البروتين ده للشعر المجعد الافريقي. اوكي. لكن لو البنوته شعرها يعني كيرلي شويه مش عارفه حلو. لا، عندنا كورس تاني بنقدر فيه، الكورس الاخضر ده للشعر الكيرلي او للشعر اللي فيه صعب التسليك والهيشان والكلام ده. بالذات البروتين مش بنرشحه لاي حد، لانه بيجي لنا اكتر من 200 مكالمه في اليوم، احنا عايزين كورس البروتين. احنا بنرفض، لان زي ما بقول لك احنا رسالتنا توعويه، يعني احنا مش مهتمين. هو كورس البروتين انهي لون؟ الاصفر. الاصفر. ايه شروطكم علشان كورس البروتين؟ اول حاجه 6 سنين، مش اقل من 6 سنين. الشعر لازم يبقى مجعد افريقي، خلاص ده احنا يعني دي خلقه ربنا خلاص. مهما نحاول نعمل معاه هو مش بيتقبل حاجه، مهما تقعدي تعملي في الاخر هتضطري تفرديه، فهو ده المناسب ليكي. الشعر ما يبقاش فيه فراغات، ما يبقاش شعرايه خفيفه، فتلتها خفيفه او ناعمه، ما يبقاش فيه تساقط، كل ده ممنوع. اوكي. وطبعا مش اقل من 6 سنين. برضو لو الام حامل يعني يفضل لا، مش بسبب البروتين، هو بسبب ان انت بنحتاج بس في البروتين. او خليني اقول لك بس بريف سريع كده فكره البروتين. هو البروتين اصلا موجود في شعرنا وضوافرنا وجلدنا اساسا. كرياتين ده الماده بالظبط الاساس يعني الاساسيه في الشعرايه. لما بيحصل خلل في جزيئات البروتين ده بنحتاج ان احنا ندخل بروتين خارجي. بطريقه الكبس الحراري بالبيبي ليس، ان احنا بندخله مع ما تبقى من جزيئات البروتين اللي في الشعر. صح. ومع ده الشعر بقى بيتفرد، بس لازم مصففه شعر متخصصه طبعا، ما ينفعش اي حد يعمله كده في البيت. هي بتبقى فاهمه الحراره مطلوبه قد ايه، طبيعه يعني الشعر نفسه هيتحمل قد ايه حراره، فالحاجات دي كلها لازم يعني يعملوها مظبوط عشان ما يحصلش اي حاجه بالظبط اثر ثاني. طيب ده احنا اتكلمنا عن اللون الاحمر للحشرات، الاصفر، البروتين، الاخضر. الاخضر ده للشعر الكيرلي. أوكي. او للشعر اللي مش كيرلي بس صعب في التسليك، الهيشان، فهو بيمشي مع الاثنين جدا. أوكي. ده الكورس الاخضر. في كمان الكورس البني. الكورس البني ده بنقول عليه كورس الحمايه، يعني لو حتى شعرك كويس انت بتتعرضي لعوامل شمس، حراره، رطوبه، بننزل البحر، كل ده بيأثر على الشعر. أوكي. فالوقايه خير من العلاج، فده الكورس يعني مسمينه كورس لا مشكله او كورس الحمايه. حتى لو ما عندكيش مشكله ده مش معناه انك انت برضو تهملي في شعرك يعني، او شعر البيبي يعني. بالظبط. اوكي. واخر كورس الازرق، ده كورس امبولات مخصص لتساقط الشعر. اوكي. في اكتر من 35 ماده فعالين جدا جدا لانبات الشعر. قولي لي زي ايه تقريبا؟ كافيين. مش كلهم يعني. الكافيين، كرياتين، البروتين. كل ده اللي هو اللون الازرق. اللون الازرق. اوكي. كل الزيوت اللي ممكن تتخيليها، زيت امله، زيت جرجير، زيت الثوم، كميه زيوت منجم زيت بصي يعني. بس أوكي. الفكره في ايه بقى؟ ان احنا بناخد من الزيوت دي الفايده بتاعتها،
يعني في ناس كتير بتستخدم الزيوت بشكل غلط، صح. تفضل حطها على شعرها باليوم وباليومين، غلط. هو ده بيأكسد وبيسبب تقصف الشعر وهيشان، بيتقل الشعرايه وتقع بالزبط. يعني مش بيتقلها انها تبقى حلوه، لا، وزن زياده بالزبط على الشعر بالظبط. وتيجوا في الاخر يشتكوا من شعرهم بيقع من استخدام الزيوت، لا، صح. احنا واخدين الخلاصه بتاعت الزيوت وحطيناها فورمولا معينه بحيث تفيد الشعر وما تضروش. واحنا بنشوف الصفحه الخاصه ببهيره كاريزما على فيسبوك، عايزه اسالك يا رنا في حاجه للقشر ولا لا؟ بس نشوف الصفحه. طبعا الصفحه هتقدروا تجاوبوا من خلالها على اي تساؤلات بالزبط بتيجي من اي حد بيتابعنا من خلال الفيسبوك او الانستجرام، واي في اي وقت في الكول سنتر بيكلموهم، حتى لو الحاجه مش متعلقه بالمنتج بتاعنا برضو بنجاوب عليها، بيحلوا لهم مشكله. مظبوط. القشر مفيش حاجه مخصصه للقشر، بس زي ما بقول لك يعني اي كورس فيهم، انت لما بتعملي التعليمات المطلوبه وبتاكلي كويس وتشربي كويس، بتاكلي مكسرات، عارفه تستخدمي المنتجات بالطريقه الصح. يعني مثلا عايزه اقول لك الماسك مثلا، الماسك مهم جدا ان انت ما تحطوش كده وخلاص، لا، لازم يبقى فيه فوطه سخنه او بونيه حراري عشان نفتح مسامات الشعر، والماسك والشعر يمتص الفوائد بتاعه الماسك فهيستفيد بيه. ممكن مثلا البنوته تاخد الكورس تقوم حاطه لي الماسك ايه بقى، او كريم الليف ان، تقوم حطها على الجدور وتغرق بقى. طبعا ده غلط، طبعا ده مش للجدور، ده للشعر نفسه. بالظبط بالظبط. فطريقه الاستخدام كمان مهمه جدا عشان ما يحصلش اي اضرار. اشتريه منين؟ احنا طبعا المنتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه، فموجوده في كل الصيدليات، واحنا في الكول سنتر بنقول لها ايه اقرب صيدليه يعني تقدر تشتري منها المنتجات. ولو احنا مش بنبيع دايركت، بس ان كيس يعني ما فيش صيدليه قريبه منها ما عرفتش تتوصل، احنا بنقدر نوصلها لحد عندها. اوكي، احنا من شويه كانت معانا الصفحه بالفعل على فيسبوك، وان شاء الله اللي عنده اي تساؤلات سهل قوي يدخل على هيرة كاريزما على فيسبوك. بوجه جزيل الشكر لضيفتي النهارده رنا هشام خبيره التجميل. شكرا رنا، شكرا لك. الحلقات الجايه باذن الله ونتكلم على المزيد من المشاكل الخاصه بشعرنا وشعر الولاد، بس كده كده وكده يعني هنستعمل احنا برضو الشامبو.